سنقاتل لنقيم العدل، سنقاتل لنقول للتخلف لا وللإمامة لا. في قدس مديرية المواسط مهرجان جماهيري حاشد دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة إسقاط الانقلاب. هدفنا إلى تحقيق كثير من الرسائل المتمثلة بأهمية أن نوصل طبعا رسائلنا أولا إلى أبناء الحجرية بشكل عام، انطلاقا من مديرية المواسط وفي قدس تحديدا اليوم، إن علينا أن يكون يقظين وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نحقق شراكة حقيقية تجعلنا مع الجيش سنادا ودعم عبر اللجنة اللي شكلناها اليوم. من كل مديريات الحجرية توافد الناس إلى هنا حاملين رسالة واحدة. مهرجان اليوم يعكس الإرادة الموحدة لجماهير شعبنا اليمني في هذه المديرية بمختلف أطيافها الاجتماعية وألوانها السياسية، لتعلن أنها تقف صفا واحدا خلف قواتها المسلحة ومقاومتها الشعبية من أجل استعادة حرية أبناء هذه المديرية ودحر الانقلابيين واستعادة الدولة المختطفة. الجيش الوطني وسط حاضنته الاجتماعية مشهد يعني الكثير. مهرجان المواسط لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي أقيم اليوم في قدس في الحوبان يترافق مع الأعمال الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني بالذات اللي هو 35 مدرع في عدة جبهات، يزرع فينا المعنوية العالية. اليوم كان هذا استفتاء للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، إن لها حاضنة كبيرة وإن لها جماهير كبير. المال والسلاح والرجال ثلاثية تجود بها مديريات الحجرية من أجل تحرير المدينة المخذولة. ليس المهم من خذل المدينة المحاصرة أو كيف توغل الإنقلابيون في ريفها، المهم اليوم أن تتوحد الجهود كافة تحت إرادة واحدة وهدف واحد، تحرير تعز. الشعار الذي توحدت في إطاره العناوين والأسماء والمعطيات الكثيرة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.